السلام عليكم أعزائي في كل مكان، أهلا بكم حلقة جديدة والزرع وسنين. والنهاردة هنتكلم تاني عن تقاصر نبات الزعتر الجبلي. عندي نبات اهو، وكان ده مزروع من شتلة تقريبا السنة اللي فاتت او من 8 شهور، طلعنا عليها فيديو. النبات كبر جدا ويفرع وعمل افرع طويلة جدا، عدت اخد منه عقل وعمل شتلات، لكن برضو النبات يعني مش عايز يقف، فانا هاخد منه عقل تقيل المرة دي وهصغره جدا. واحنا دلوقتي في نص شهر 10 2020، بحيث ان انا اركز الغذاء كله ان هو يبتدي يطلع افرع جديدة صحية وقوية وبشكل مهذب بقى وبشكل جميل من الاول كده معايا خطوة بخطوة. طبعا واضح جدا ان هو مد افرع طويلة جدا كده، احنا مش عايزين الافرع تبقى طويلة كده، احنا عايزين الافرع كلها تبقى قد بعض ومتناغمة في الشكل وفي اللون. هنعمل ايه؟ اولا هو كان في قصيص صغير، كان في القصيص ده ونقلته لقصيص اكبر شوية. ثانيا هنبتدي نقلم كل الافرع الطويلة دي وناخد منها شتلات زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، هسيبهولك في شاشة النهاية. اللي انا بعمله ده بيخلي الشتلة قوية جدا، لو تاخد بالك ان الساق الرئيسي بتاع الشتلة اهو، الساق عافي جدا ما شاء الله، اهو باين جدا كده، الساق عافي وتخين ما شاء الله، واكيد المجموع الجذري قوي جدا علشان تخن الساق بالطريقة دي. خدت الافرع الطويلة، ممكن اخد ده معايا وممكن ماخدوش براحتك، دي رقم واحد. الافرع الطويلة زي ما زرعنا قبل كده، هاخد منه الورق ده هعمله كومبوست، لكن هو اصلا بيستخدم في السلطة بتاعت السمك وفي الشوربة. بنقطع من فوق العقلة، يبقى انا عندي اهو ادي العقلة بتاعتي، في هنا ادي عقلة 2 3 او عين 2 3 4 بالكتير قوي يعني، ولو 3 مش هتقول لا، المهم ان انا اقطع من فوق. الورق ده كبير قوي، ممكن اقطع واحدة واسيب التانية، ولو الورقة دي كبيرة اقطع نصها. يبقى ده شكل العقلة اللي عندي، هحطها في الكوباية بتاعتي، كوباية تشتيل زي دي مخرومة من تحت اهو اللي خرم باينة اهو، وحطيتها دفنت تحت التربة عقلتين وسبت فوق عقلتين، واحط شوية مية. قوم تلاقي التربة كلها اهي باينة بتشرب المية، خليك معاها في المية لحد ما التربة كلها تتبل. اعرف منين التربه كلها اتبلت، هتنزل نقطتين ميه تحت على ايدي اهو كده، كل التربه اتبلت، هتلاقي بتنزل نقطتين ميه من تحت كده، انت 100 100. هزرع بقيه الافرع كلها اللي انا هاخدها وارجع لكم نشوف هنعمل ايه في الشتله الام دي. وبكده اكون خلصت، حط عقل هنا اهو، وعقل نشرت العقل بقى في اماكن متفرقه من عندي. هنعمل ايه بقى في دي؟ هنبتدي نقلل الورق بتاعها زي ما عملنا في الفيديو اللي فات بالظبط، الورق من تحت مش من فوق، الورق الكبير، الورق الملون اصفر، او الورق الصغير المكتكت على بعضه اللي هو مش قادر يقوم، الورق طبعا المصاب، اي ورق مخروم او حاجة، الورق المقطع، الورق المحروق من الشمس، وطبعا الورق الناشف. كل الاوراق دي انا مش عايزها، انا مش عايز الورق من تحت ده اهو، خلي الساق يبان من تحت على الاقل نشوف ايه قصته. طبعا الورق اللي انا بقطعه ده ممكن تعمله كومبوست، ممكن تستخدمه في الاكل، بس لو كنت راشش مبيد حشري قريب مثلا من اسبوع او حاجه بلاش تستخدم الورق في الاكل. طبعا مبيد حشري كيماوي مش منزلي، يعني المبيدات المنزليه دي بتبقى ملهاش اي ضرر على الصحه يعني. كده انت فوقت النبات تبتدي يقوم معاك ويديك شغل، كنا شفنا النتيجه دي السنه اللي فاتت لما النبات ده كان بيموت خالص والشمس نقحت فيه فدمرته، لما عملنا فيه التقليم وعملنا فيه التربية الصحيحة شد واداني يعني شتلات جديدة واداني افرع جديدة، يعني معرفتش الحق عليها يعني من كتر ايه عددها. طيب حد هيقولي دي كده شكلها وحش او حاجة، فاقولك لا، ده انت استنى عليها بس كده اسبوعين تلاتة شهر بالكتير قوي، واتفرج بقى على الشكل الجميل اللي هتاخده منها، وفي نفس الوقت الورق الجديد الصافي بقى الصابح اللي هيبقى شكله تحفة. وانا خدت الورق كله اهو، هتسيبه لحد ما ينشف تماما ويتعمل كومبوست. مفيد جدا الورق بتاعها ومليء بالعصارة وبالمادة العضوية النيتروجين. خلينا نستنى عليها كده شهر، تتحط بقى في الشمس عادي خالص، انا ما عملتلهاش حاجة علشان ابعدها عن الشمس. الشتلات الصغيرة دي تتحط في الشمس ساعتين الصبح، درجة الحرارة دلوقتي مناسبة مش قوية، فدي تتحط ساعتين الصبح مثلا من 7 ل 9 عادي خالص، مش هيحصل لها حاجة، شتلات قوية جدا.
مش شرط تعمل لها حضانة، عايز تعمل لها حضانة ماشي، مش عايز مش مهم، هي كده كده النبتة دي قوية جدا ويعني بتحتفظ بالماء فترة طويلة. والنبتة الأم نفس الكلام، مش هحطها في الظل، هسيبها في الشمس زي ما هي نفس مكانها. التربة اللي أنا حطيت فيها الشتلة فيها كومبوست متحلل بنسبة 1 لـ5، يعني 5 تربة أو رمل أو أيا كان وواحد كومبوست. ما زودتش الكومبوست لأن لسه احنا مش في الشتاء، احنا لسه يا دوبك داخل الخريف، الكومبوست ممكن يأذي، لو زادت نسبته ممكن يأذي النبات. النبتة دي على قد ما هي ما بتحبش الري، على قد ما هي ما بتحبش العطش، بتحب دايما التربة تكون رطبة. وبالتالي أنا ممكن من فوق الوش أحط بعض أوراق الأشجار أو الورق بتاعها نفسه شخصيا، ده ممكن أحطه من فوق الوش بحيث إن رطوبة التربة ما تقلش بسرعة جدا لو أنت حطيتها في شمس كبيرة. يبقى اللي أنا بقوله ده لو أنت حطيتها في شمس مثلا 5 أو 6 ساعات، نعمل الحركة دي، لكن لو حطيتها في شمس 3 ساعات مش مهم خالص، درجة الحرارة بقت ممتازة ومش محتاجين أي نوع من أنواع التدخل للنبتة دي. يا دوبك هي كل ما سطح التربة ينشف بقيمة 4 سم أو 3 سم، اللي هو يا دوبك عقلة ونص كده، أغرزها في التربة، لو لقيت فيها مية مرويش، لو لقيت ما فيهاش مية أروي، والري يكون منتظم وعلى الهادي كده، ما كبش مية بزيادة علشان النبتة دي ممكن تعفن لأن هي ما بتحبش المية كتير، وفي نفس الوقت ما بتحبش الجفاف، يعني لا ده ولا ده، لا تعطش ولا تغرق بزيادة. هنسيبهم أسبوع وتعالوا نشوف معدل نموهم بعد أسبوع هيبقى إيه. يلا بينا. وده معدل النمو بعد اسبوع، الفرع ابتدى يطول والقمة النامية شغالة، الفرع التاني نفس الكلام، الافرع اللي اتألمت طلعت نمو اهو، فرع متألم اهو، ادي التأليمة واضحة جدا اهي، اهو التأليمة، هتلاقي طلع نمو كاملة او فرع جديد اهو، وادي التقليمة التانية اهي باينة جدا، هتلاقي طلع فرع تاني ولسه طبعا هيطلع اكتر من فرع. طيب النموات الجديدة باينة جدا، ادي نموة وادي نموة هناك وادي نموة هنا وادي نموة هنا. كل ما انت ماشي بقى على الافرع هتلاقي نموات جديدة هتبتدي تملى الشجرة من تحت، اهو نموة جديدة اهي، طبعا الفرع ده لسه ما اشتغلش. عندك امكانيه ان انت تقلمه، تقطع بقى من عند اول نمو طلعت هناك، تقطع من هنا او هتسيبه، هتلاقي هو هيبتدي يطلع نموات بس هيتاخر شويه مش مشكله. طبعا دي نموه جديده اهي واضحه جدا، مكان التقليمه هنا اهو، طلعت فرعين والفرعين ابتدوا يشتغلوا وهيطيروا بقى، مش هنعرف نجيبهم. هنا اهو نموات جديده، طبعا هنا مكان التقليم هنا اهو، طلع فرع كامل وادي فرع تاني، كل ده في اسبوع او 10 ايام بالكتير جدا. طيب الشتلات اللي احنا خدناها او التقليم بقى اللي احنا قلبناه اهو، شتلة جميلة جدا، جذورها هتبات تحت قريب، بس طبعا لا والله بانت اهي، او في جذور باينة هنا بس خفيفة جدا، مش عارف باينة في الكاميرا ولا لا، اهو اهو بانت اهي اهي كده باينة اهو. وفي تاني شتلة، وفي طبعا الشتلة دي فردت شوية، كان فرع طويل ففرد، والشتلة دي يعني تعبت شوية، تلاقيني عطشتها ولا حاجة هبديها مية. غير الشتلات التانية طبعا انا خدت شتلات كتيرة. هنوصل بقى بالزرعة لأول 12 ونبتدي نسمد بالكمبوست، هنهرش سطح التربة من هنا، ههرش سطح التربة واخد شوية التربة دول واحط كومبوست واقلبه او اهرشه تاني مع سطح التربة اللي موجود. هتلاقي الزرعة دي على بداية الربيع ان شاء الله بقت قد كده 3 4 اضعاف تاني، واكبر بقى حتى ممكن تكبر على الاصيص واضطر انقلها تاني. وده كان يعني فيديو بسيط جدا عن طريقة العناية والزراعة والاكثار لنبات اكليل الجبل او للزعتر الجبلي. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وشارك الفيديو ده لاصحابك عشان المعلومة تعم الكل يستفيد، زكاة العلم نشره، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.